كل عام تشهد مدينة آيندهوفن الهولندية العديد من المهرجانات والأحداث العالمية، سواء المرتبطة منها بكرة القدم أو بمهرجان الضوء. ولعل أهم هذه الأحداث وأكثرها شهرة عالمية هو مهرجان أسبوع فن التصميم العالمي، الذي يمتد لتسعة أيام متواصلة ويشغل أكثر من 100 صالة عرض صغيرة وكبيرة منتشرة في المدينة. يستقطب هذا المهرجان العديد من الشركات العالمية وكبار المهتمين بفن التصميم بكل فروعه. تبدأ التحضيرات لهذا المهرجان قبل شهر من موعد الافتتاح، إذ يجري إعداد القاعات لاستقبال المشاركين، ويتم تجهيزها بمعدات الإضاءة والديكورات. ويشهد هذا المهرجان سنوياً تزايداً مستمراً في عدد المشاركين والزوار أيضاً، ولا غرابة أن تجد الطوابير منتظرة على بوابات القاعات، على الرغم من أن هناك رسوماً للدخول إلى قاعات العرض تختلف من قاعة إلى أخرى. مرحباً بكم في أسبوع فن التصميم الهولندي. أنا اسمي تين فرومول، أحد المشرفين على تنظيم هذا المهرجان الذي بدأ في مدينة آيندهوفن قبل 15 عاماً. وقد كانت البداية بسيطة، إذ لا يتجاوز عدد المشاركين العشرات، وكان يجري تنظيمه على مدى يومين، وغالباً ما تكون في عطلة نهاية الأسبوع. الآن أصبح هذا المهرجان الأكبر والأضخم على مستوى أوروبا والعالم، إذ بلغ هذا العام عدد المشاركين أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم، يتوزعون على أكثر من 100 مكان وصالة للعرض تنتشر في المدينة. أما عدد الزوار فقد تجاوز 300 ألف زائر لحد هذا اليوم. غاية هذا المهرجان هو تقديم صورة عما سوف يكون عليه المستقبل من خلال الأفكار الجديدة التي قد تبدو في بعض الأحيان جريئة وتتجاوز المفاهيم التقليدية. إنما تشاهدونه من أفكار ومعروضات لا تمثل رؤية مبتكريها لهذا العام أو العام القادم، بل هي تساهم برسم صورة لعالمنا على مدى العشر سنوات القادمة. من هنا تأتي أهمية فن التصميم في حياتنا ودور هذا المهرجان في رسم شكل وتصميم هذه الحياة. يرتبط فن التصميم بعملية التكوين والابتكار، أي جمع عناصر مختلفة أو متشابهة من البيئة، ويتم وضعها بطريقة مبتكرة كي تؤدي وظيفة معينة. ويؤدي البعد الاقتصادي والجمالي دوراً مهماً في مدى نجاح أي تصميم. ولفن التصميم بمختلف فروعه دور كبير في رسم صورة وشكل وأسلوب الحياة التي نحياها، فهو بالإضافة إلى بعده الجمالي يقدم حلولاً عملية لمشاكل نواجهها يومياً، سواء في الصناعات أو الديكورات أو الاستخدام المتجدد للطاقة. وقد يذهب بعض المصممين بعيداً إلى ابتكار أشكال والتصاميم تعد اليوم غريبة وغير قابلة للتطبيق، لكنها ستكون جزءاً من رؤية مستقبلية وما سوف تكون عليه حياتنا بعد سنوات طويلة. أنا اسمي روبن، تخرجت هذا العام من أكاديمية التصميم في مدينة آيندهوفن، وما أعرضه الآن يعد جزءاً من مشروعي للتخرج، وهو عبارة عن تصاميم حديثة للنظارات. بدأت الفكرة من كون والدتي تعاني من مشاكل بالنظر، مما يتطلب ارتداء النظارات طوال الوقت. وقد فكرت بأن أعمل على تصاميم تتجاوز الوظيفة المعروفة للنظارات، وهي المساعدة على الرؤية، إلى جعلها تبدو كقطعة من الإكسسوارات التي تستطيع المرأة استخدامها إلى جانب كونها النظارات.
لقد حرصت على استخدام طريقة في تصاميمي تمزج بين الجانب العملي والجمالي، كما تشاهد الآن بإمكان ارتدائها كمناظر أو قلادة. وقد زودت كل نظارة بعدد من الخيوط والإطارات وبألوان مختلفة لكي تساعد المرأة في اختيار ما يلائم ملابسها، وهي كما تشاهدون عملية وبسيطة وأنيقة أيضا. الأفكار الجديدة والابتكارات الحديثة لا تنتهي، وهي في هذا المعرض تتنوع وتتقاطع من الطابعة ثلاثية الأبعاد إلى إعادة اكتشاف المواد الطبيعية والابتعاد عن أسلوب المكننة الذي طبع عصرنا الحاضر. ويلاحظ الزائر لهذا المعرض التركيز على العودة إلى الطبيعة باستخدام وسائل وتصاميم بسيطة تحمل بعضها الغرابة والجمال في نفس الوقت. تعد تصاميم الديكور البسيطة التي قدمتها إحدى المصممات من اليابان دليلاً على ذلك، فقد اعتمدت على دودة القز التي تنتج الحرير في تصاميمها، وقد بنت لها أعشاشاً معلقة داخل المنزل بتشكيلات جميلة أثارت فضول العديد من الزوار. واعتمدت مصممة أخرى على استخدام الفحم والتربة في تنقية هواء المنزل، في حين أن بعض التصاميم تقدم حلولاً ثورية في استخدام النفايات وإعادة تدويرها مرة أخرى. أنا اسمي ياسبر رومي، أعمل في شركة متخصصة بإنتاج مواد البناء. تعتمد فكرتنا على إنتاج مواد البناء من نفايات البناء الناتجة عن تهديم أو ترميم البنايات القديمة. الفكرة ببساطة هي أننا نقوم بجمع هذه النفايات سواء كانت مواد إسمنتية أو مخلفات أخرى مثل البلاط والسيراميك وغيرها من المواد، ونقوم بطحنها ومعالجتها للحصول على ما يشبه التربة، ومن هذه المادة نصنع الطابوق. ويمكن استخدام هذا المنتج لأغراض متعددة كديكورات منزلية، من قواعد للمصابيح الكهربائية إلى طاولات الطعام. مرحبا بكم، أنا اسمي فيندي أندريو، مصممة أزياء من فرنسا. ما تشاهدونه اليوم هو مشروعي الجديد الذي أطلقت عليه اسم المطر، لأنه عبارة عن ملابس وقبعات مصممة للاستخدام بالأجواء الممطرة ولا تسمح بدخول المياه من خلالها. ما يميز تصاميمي هو استخدام المواد الأولية الطبيعية، وهي عبارة عن مادتين، الأولى خيوط القطن والثانية هي المطاط الطبيعي المستخرج من الأشجار. أقوم بصناعة هذا النوع من القماش بدون استخدام للماكينة أو الخياطة، فأنا أصنع القوالب المعدنية التي عليها سيتم بناء الشكل الخارجي سواء كان قبعة أو معطف أو حقيبة، وبعد أهكسيه بخيوط القطن حتى يكتمل الشكل. بعد ذلك أقوم بطلائه بالمطاط فيأخذ القوة والتماسك اللازم، وأقوم بعدها بقلبه ليكون صالح للاستخدام. كما تشاهدون أغلب التصاميم باللون الأسود والأبيض الذي يمثل القطن والمطاط، هذا التداخل والعفوية هو ما يعطي القطعة جاذبيتها. البعض ذهب بعيداً إلى عالم التصميم الكيميائي والصناعي، معتمدين على استخراج مواد تشبه الجلود الصناعية من خلال تخمير وتنشيط بعض البكتيريا الموجودة في المواد الغذائية والتي نعرفها كالبقوليات والشاي وغيرها من المواد الأخرى. مرحبا، أنا اسمي كارولين من ألمانيا، وهذا مشروع الأساسي الذي قدمته لكلية التصميم في جامعة هالة الألمانية. فكرة المشروع تقوم على أساس قديم ومعروف، وهو التخمير.
الذي تقوم به بعض البكتيريا، ومن هنا نستطيع الحصول على الخل ومشروب الشعير وغيرها من المشروبات. هذا ما متعارف عليه طبعاً، ومشروعي هذا يعتمد الأساس ذاته، ولكن بتنشيط بعض البكتيريا التي تقوم بإنتاج مادة السليلوز، ولا يتم ذلك إلا من خلال الطهي والتخمير واستخدام مواد غذائية معروفة كالشاي الأخضر أو البقوليات والسكر. مادة السليلوز التي أحصل عليها تكون شبيهة بالجلد الصناعي، وهي متينة ومرنة، مما يمكنني من صنع الحقائب منها أو بعض الديكورات ومواد للاستخدام المنزلي. مما لا شك فيه أن فن التصميم يؤدي دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، ويدخل في أدق ثناياها ابتداءً من الملابس إلى فن تصميم وبناء المدن، مروراً بكل شيء يقع عليه النظر أو حتى تلمسه اليد. ويبقى المصممون في بحثهم عن كل ما هو جديد، يستغلون الخبرات المتراكمة للإنسانية من عملية التخمير إلى عالم الفضاء.